أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بكفاءة اليوم وهو السيد مروان صالح الكندي. أهلا وسهلا فيك سيد مروان. أهلا أخي. بداية خلينا نعرف السادة المشاهدين مين بيكون سيد مروان وكيف كانت بداية حياتك المهنية. والله أول شيء أنا بدأت حياتي المهنية عقب ما تخرجت من الثانوية. دخلت الجامعة كلية المعهد البترولي في أبوظبي على أساس أني أدرس الهندسة الكيميائية. طبعاً التخصص هذا ما كنت أحبه وأنا شخص ما أحب الهندسة، لكن على أساس أن درجتي كانت زينة في الثانوية قالوا لي يا أخي روح أصعب شيء تقدر عليه. فأنا شفت شو سوق العمل يطلب وين أعلى رواتب، والله قالوا لي أدنوك خلاص أسير هناك وأدرس وعقب أشتغل عندهم. فتقريباً كملت عندهم أول سنة تأسيسية وانجليزي توفل، الحمد لله جبت التوفل. عقبها سنتين دخلنا في التخصص، عقبها بديت اغرز. بدات الصعوبه معي في الدراسه، وغير هذا اني ما احب التخصص، فصعوبه مع يعني عدم حب واني منغث من هالدراسه هاي، مع اني انا شخص يحب العلم ويحب هذا، لكن التخصص هذا ما كنت احبه. فسبحان الله عقبها طلعت، وقفت فترة عقب رجعت، قلت لي نفسي إجازة بعمري يعني فترة نقاهة، وعقب رجعت بعد ما شاف فايدة. فعقب خلاص طلعت بشكل نهائي. أول ما طلعت أنا قبل لا أطلع أوريدي بسنة تقريبا بديت في التجارة، وأنا أوريدي عندي الشغف هذا والحب هذا. وقصته يعني كانت بدأت بالصدفة، أنا حب التجارة عندي من الصغر، من أيام المدرسة، من حتى قبل. لكن من 3 سنين تقريبا عندي الشغف وعندي الحب هذا، لكن كنت محتاج بس الفرصه والفكره اللي تخليني بس ادخل من هالباب. فسبحان الله كنا جالسين مره نحن ويا مجموعه من الشباب قاعدين نسولف ونضحك وهذا، ويت فكره منهم بالصدفه، فانا خبرت منه يلا دام الفكره جت منكم يلا بنشتغل ويا بعض. هم خلاص خذوها اني على اساس انه هي مزحه، وقالوا لا مروان لو انت بتبدا ابدا بروحك. ففعلا انا بديت، وبعد سنه هم عرفوا هذي اللي كنت جالس وياهم. سبحان الله كنت خلاص عندي متجر وعندي منتجات وعندي شغل. والبدايه كانت في متجر كان اسمه ميني ستور، كان عندي في الانستغرام كنت ابيع فيه كل شيء كنت ابيع فيه. وكان اشتغل الحمد لله، كان قبل يعني قبل 3 سنين، فكان اشتغل وقتها نار، لان وقتها كان فتره قبل الركود الاقتصادي اللي صار من سنتين، فكان الشغل يعني كان وايد حلو بصراحه. فمن الحماس ومن التطور هذا قلت خلاص انا بحاول اتخصص في مجال معين، بحاول اتخصص في منتجات معينه. فبديت اصلا في هالفتره انا واللي قاعد ابيع فيه، يعني صارت عندك خبره اكثر في المجال هذا. ايه صارت عندي خبره اكثر، يعني التجاره الواحد كل يوم يتعلم في كل شيء، في التسويق، في جوده المنتج، في امور كثيره. فجت فكره المظله الالكترونيه اللي عندنا نحن في الحساب الجديد وشركتنا اللي هي تريدو. فجت الفكره هذه نحن شفناها برا، وكانت ما موجوده في الامارات، ونحن شفنا نحن محتاجينها في الخليج اكثر من اللي برا، فقررنا نحن ندخلها في الامارات وفي الخليج. هي كانت بسيطه وايد برا، يعني برا فكرتها كانت وايد بسيطه وتناسبهم هم، لكن نحن في دولتنا كان يحتاج لها تطوير. فنحن طورنا فيها المنتج واشتغلنا على تصنيعها من الالف للياء، من المسمار لين اخر قطعه فيه. اشتغلنا على هالمنتج وطورنا. وبدينا من تقريبا سنتين ندخلها في الامارات، والحمد لله الاقبال كان جدا رائع. لان اذا جبته مثل ما هو ما كان بينجح ابدا، لكن كان في كثير نقاط ضعف. يمكن برا كان جيد، لكن بالنسبه لنا نحن كان محتاج تطوير،
إيه وبالذات نحن عندنا في الإمارات الشعب الإماراتي بالذات ونحن أكثر شغلنا مع المواطنين وحتى مع الغير لكن هالمنتج بالذات مرغوب عند المواطنين أكثر إيه فكان أهم شيء نحن نعرف أهم شيء عند المواطن الجودة وللأسف في البعض ما أخذ فكرة حتى عن الصين نحن طبعا شغلنا كان من الصين كله حتى أنا السالفة اللي صارت في البداية إن نحن كنا في البداية نبغى نسير الصين نبغى نروح الصين ونجيب بضاعة ونجيب منتجات هذه في البداية لكن بعد فترة مع كسب المعلومات وهذا خلاص شفنا إنه ما له داعي إحنا نروح الصين كله عن طريق الأونلاين نقدر نتواصل مع المصانع مع الشركات نرتب وياهم وكل شيء عن طريق الأونلاين. طيب سيد مروان ما خبرتني ليش اخترت بالذات المظلات الإلكترونية وشو الفرق بين المظلات الإلكترونية والمظلات العادية؟ المظلات الإلكترونية العادية إنزين في النهاية هذا شيء بيكون حاجة يعني الشخص اللي محتاج المظلة الإلكترونية بياخذها فالشخص اللي عنده مثلاً بيت وعنده جراج في البيت هذا الشخص ما يحتاج لكن ممكن يحتاج في العمل إذا ما عنده جراج في العمل يوقف سيارته تحته في البعض حتى ساكنين في بنايات يعني سهل الاستخدام إيه والمظلة تشيلها وياك وين ما رحت الواحد والله يبي يسافر إنزين خلاص ساير المطار وقف سيارته في المطار وركب عليه المظلة وسافر ورد فبالذات يعني المظلة هذه ليش أقول مع المواطنين بالذات في بعض المواطنين وكثير منهم عندهم سيارات فارهة السيارات في درجات الحرارة اللي نحن عندنا توصل ل 50 درجة هذه تنهي الموتر من داخل وحتى الأجهزة الإلكترونية في الموتر بعد تتضرر وغير البادي بعد من الخارج فنحن هذا شفنا نحن هالشيء ناقص كان عندنا موجود في الإمارات وحاجة لازم كانت تتوفر. طيب سيد مروان خبرني أكثر على خططك المستقبلية. عندي أنا خطط طبعاً قريبة المدى وفي خطط بعيدة المدى أو طموحي أو عندي الطموح الأكبر وعندي الأهداف اللي توصل لها الطموح. طموحي الأكبر إن شاء الله إن في يوم من الأيام إن شاء الله تكون لي إمبراطورية وإن شاء الله هالفيديو يوم من الأيام بيطلع وأنا بيكون عندي هالشيء. بإذن الله سبحانه وتعالى الأهداف طبعاً المستقبلية وقريبة المدى بالنسبة للمنتج هذا نحن نفكر نكمل فيه بحكم أن السوق محتاجنا يعني ما في تعويض أو ما في بديل هذا مع أن نحن نبغى ننتقل لأمور ثانية ولنا أفكار ثانية بعد كثيرة نبغى نتوسع في مجالات كثيرة فهالشيء بيبقى شيء جانبي وبنستمر فيه بحكم الطلب بحكم القبول من الناس لكن بعد بندخل في مجالات ثانية إن شاء الله مخططين لها طبعاً كل فترة ندخل نحن دخلنا في مجالات كثيرة لكن مرات نلاقي بعض الصعوبات أو بعض الأشياء اللي نحن ما تناسبنا فنغير مرات في هي فمثلاً نحن آخر مجال أو الحين اللي داخلين فيه اللي هو موضوع المجال المجوهرات وتجارة المجوهرات طبعاً المشكلة الرئيسية فيه إن نحن ما عندنا بنت ويانا عشان تفهم فيه تكون فاهمة إن البنت في النهاية هي اللي تستخدم المجوهرات فلازم يكون عندك شخص معاك في التجارة وفي الشركة يعني يكون مكان الكاستمر فلذلك يمكن الحين دخولنا في هالمجال يمكن عندنا هالصعوبة لكن إن شاء الله يعني ستيب باي ستيب إن شاء الله بنتعداها. شو الشيء اللي بيميزك عن باقي التجار الموجودين في دولة الإمارات؟ طبعا نحن اول شيء يميزنا هو الاسبقيه نحن اول ناس دخلنا المنتج هذا في الامارات وفي الخليج نحن بدينا نبيعه في الامارات وكمل نبيعه في الخليج يعني انت بتبيع في الخليج كله نبيعه في الخليج هي نبيعه في الخليج كامل فاعلاناتنا كلها التوصيل لكل دول الخليج والحمد لله يتواصلون معنا دول من الكويت ومن السعوديه ومن البحرين فالحمد لله ومن عمان كذلك فنحن اول شيء الاسبقيه وثاني شيء الجودة والمواصفات ما بتحصلين وما حد بيحصل
مثل هالمواصفات عند حد ثاني، وهذا صرت تميزنا، وهذا اللي يخلي الناس يقبلون علينا بشكل اكبر. والثانيين في الوقت الحالي تقريبا شبه، يعني اقول لك اياها، شبه ميتين الحين تقريبا، ما حد يشتغل غيرنا لان نحن اكتسحنا السوق. وغير هذا يعني لدرجه ان في البعض قاعد ياخذ اسمنا ويبيع. يعني نحن من المنصات الاماكن اللي نبيع فيها غير الانستغرام اللي هي منصه امازون نبيع فيها، والحمد لله حتى سعرنا منافس يعني بالنسبه للجوده والمواصفات، نحن افضل عن غيرنا حتى بالسعر. نحن هامش ربحنا جدا قليل لا يكاد يذكر، فالحمد لله رب العالمين، وهالشيء فضل من الله. سيد مروان، خبرني شو تعنيلك نعمة الأمن والأمان، أو بشو ساعدتك نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني الحين في الإمارات، دولة الإمارات، يعني الواحد بس يشوف في الوضع الحالية العالم كله متبهدل، لكن الحمد لله نحن في الإمارات الحمد لله في كل خير. يعني الحين العالم كله قبل فترة وقبل كورونا، يعني خلينا نقول في مناطق معينة من العالم فيها مشاكل، وفيها يعني مشاكل أمنية، مشاكل اقتصادية، لكن الحين العالم كله يعاني من هالشيء. وسبحان الله في الأزمات تظهر المعادن، وفي العالم كله يعني كل دولة أظهرت معدنها، وفي دول يعني كبيرة ومعروفة لكن ما كان تعاملها صحيح مع الأزمات، لكن في دولة الإمارات يعني في الأزمة نحن حتى قبل، حتى أحسن حتى عن قبل الأزمة. أوكي. طيب سيد مروان، خبرني إذا عندك مواقع تواصل اجتماعي مشان تواصل من خلالها. نحن عندنا الموقع الإلكتروني www.tradogroup.net، وعندنا حساب الإنستغرام، هذا الأكثر المكان اللي هم فعالين. حساب الإنستغرام باسم تريدو جروب. طيب سيد مروان، في الختام في تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية. والله في ناس كثار، أكيد أولهم الوالدين، وفي أشخاص كثار وعزيزين ما بذكرهم، لأن لو ذكرت حد يمكن أخاف أنسى حد. لكن بعد أوجه رسالة شكر لأحمد العامري اللي هو صديقي المقرب، وكذلك هو شريكي في العمل. إن شاء الله توصل رسالة شكر لسيد مروان لكل إنسان عز عليك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين. وشكرا لك على حسن استقبال فريقكم. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.